تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار الفصل الثالث في مادة التربية الإسلامية، سنقوم بحله معا. التمرين الأول، استخرج من الآيتين التاليتين 5 أسماء من أسماء الله الحسنى. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. إذا لدينا آيتين، الآية 22 والآية 23. المطلوب هو استخراج 5 أسماء من أسماء الله الحسنى. نفعل عن أسماء الله الحسنى. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس، السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. إذن كلها أسماء من أسماء الله الحسنى. نختار 5: الرحمن، الرحيم، نختار كذلك الملك، السلام، نختار كذلك العزيز. إذن كلها من أسماء من أسماء الله الحسنى: الرحمن، الرحيم، الملك، السلام، العزيز. نلتقي إلى التمرين الثاني. أكمل الفراغ بما يناسب. يحتفل المسلمون بعيدين. أحسنتم. يحتفل المسلمون بعيدين في السنة، هما أولا عيد الفطر، كذلك جيد عيد الأضحى. إذا نحتفل المسلمون بعيدين هما عيد الفطر وعيد الأضحى. في شهر رمضان توجد ليلة خير من 1000 شهر. في شهر رمضان توجد ليلة خير من 1000 شهر. كيف تسمي هذه الليلة؟ أحسنتم، ليلة القدر. نواصل. أهلك الله عز وجل قوم نوح عليه السلام. كيف أهلكهم؟ وبماذا أهلكهم؟ أحسنتم، بأن أغرقهم بالطوفان. إذا نكتب أهلك الله عز وجل قوم نوح عليه السلام بالطوفان. نواصل. يخرج المسلم قبل صلاة عيد الفطر على نفسه وعلى أهل بيته. إذا يخرج المسلم قبل صلاة عيد الفطر، ماذا يخرج؟ جيد، زكاة الفطر. إذا نراجع. يحتفل المسلمون بعيدين في السنة، هما عيد الفطر وعيد الأضحى. في شهر رمضان توجد ليلة خير من 1000 شهر، وهي ليلة القدر. أهلك الله عز وجل قوم نوح عليه السلام بالطوفان، ويخرج المسلم قبل صلاة عيد الفطر زكاة الفطر. التمرين الثالث. أجب بصحيح أو خطأ. أفضل الدعاء ما كان في السجود. أفضل الدعاء ما كان في السجود. أحسنتم، صحيح. أفضل وأحسن دعاء هي عندما نكون نصلي ونكون في السجود، نكون ساجدين. دعا نوح عليه السلام قومه مدة 590 سنة. خطأ. دعا نوح عليه السلام قومه 905 وليس 590. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. آية من سورة البينة. نتمم قراءة الآيات. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزلة وليست سورة البينة. إذا نكتب خطأ. غرس الأشجار صدقة جارية على صاحبها بعد موته. غرس الأشجار صدقة جارية على صاحبها بعد موته. أجواكس الأشجار يبقى مستمرة للغارس حتى بعد موته. بعد موته. إذن صحيح. رسول من الله
يتلو صحفا مطهرة، آية من سورة القدر. نواصل قراءة الآيات. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. إذن سورة البينة وليست سورة القدر، مكتوب خطأ. نراجع. أفضل الدعاء ما كان في السجود، صحيح. دعا نوح عليه السلام قومه، 590 خطأ، بينما هي 950. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، سورة البينة خطأ، سورة الزلزال. غرس الأشجار صدقة جارية على صاحبها بعد الموت، صحيح. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، سورة البينة، سورة القدر خطأ. التمرين الرابع. أكمل سورة القدر. إذا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أدراك ما ليلة القدر؟ إذا إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ واصل. ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة خير شهر. تنزل جيد. الملائكة والروح فيها. الملائكة والروح فيها بإذن جيد بإذن ربهم من كل أمر. الآية الأخيرة. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام. نعيد قراءة سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. وهكذا انتهينا من حل الاختبار. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم الجديد، وإلى اختبار قادم إن شاء الله. والسلام عليكم.